اهلا بكم في قناة مثال اخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. وفيديو جديد وتوقعات عام 2025 اللي الكل بيبحث ويتساءل عن ماذا سيكون مصير البشرية ومصير العرب بالذات في هذا العام. طبعا كلنا عارفين انه لا يعلم الغيب الا الله، وان دي مجرد توقعات او تحليلات للسنة اللي جاية. وطبعا الناس كتيرة جدا بتحب انها تبحث عن توقعات ميشيل حايج بالخصوص، هو ولال عبد اللطيف طبعا. ولكن في الفيديو ده هنجيب لكم توقعات هذا العام، لان الناس بتقول هل الحرب ستنتهي، هتبدأ الدنيا هتروح لأسوأ ولا العكس. ده هنعرفه من خلال الفيديو، وكمان هقول لكم مصدر التوقعات وكل شيء، خصوصا ان هو مسمي هذا العام الحرب الحمراء، وهنعرف كل حاجة اتقالت بخصوص هذا العام. ولكن يعني بتمنى من حضراتكم فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. طلع ميشيل حايج في احد المواقع الاخبارية الاسبانية، لان ليه متابعين في كل مكان في العالم مش بس في الدول العربية، ان بعض الجاليات الموجودة في كل حتة بتحب انها تعرف. ده غير ان في ناس اصلا ليها هوس في الاجانب، بس مش زي العرب الصراحة في معرفة التوقعات والاحداث القادمة. ففي موقع اسمه سينكو مينوتوس، ده موقع اسباني مشهور جدا في موضوع التوقعات، اجرى مقابلة مع ميشيل حايج. وطبعا بسبب ان خلاص العام القادم اقترب، عام 2025، وكتير جدا من المهتمين بالقضايا العربية واللي بيحصل في الشرق الاوسط بيبقوا عايزين يعرفوا توقعاته وعن انتهاء الحرب والكلام ده. فميشيل حايج الحقيقة قال في هذا الموقع ان عام 2025 هو عام الحرب الحمراء. ولما تسأل يعني ايه تقصد بكلمة الحرب الحمراء، قال انها حرب ليها اكثر من معنى، وان اللون ليه برضو اكثر من دلالة. فأول حاجة ممكن تيجي في دماغكو ان الحرب الحمراء هي الحرب اللي هيكون فيها الكثير من الدماء، وده برضو صحيح. قال كده ميشيل حايج عام 2025 هنشهد فيها حرب حقيقية، مش مناوشات او مجرد ردود افعال مرتبة، لان كل بيقول ان الحرب الحقيقية لسه لم تبدأ ما بين العدو وما بين ايران، وان كل اللي بنشوفه ده مجرد اتفاقات ما بينهم وما بين امريكا، وان كله معمول له الف حساب، ما فيش حرب بمعنى كلمة حرب. يعني الرد العدو على ايران كان مدروس وكان باين، وباين عليه جدا ان هو ولا اي حاجة، والعكس برضو او بالظبط برضو الرد ايراني كان بالنسبة اللي حصل عند العدو ولا اي شيء. فالناس مش عبيطة والناس فاهمة. لكن قال ميشيل حايج هتحصل غلطة كبيرة جدا، غلطة كبيرة جدا كانت غير مقصودة، هتدمر جزء كبير جدا من مكان معروف في فلسطين المحتلة. وقال كده احتمال يكون الكنيسة او حاجة ليها رمزيتها الكبيرة جدا في تل ابيب هيتم قصفها في عام 2025، وهيكون بالغلط. يعني الموضوع مش هيكون مقصود، يعني حاجة زي اللي احنا شفناها كده ان هم المفروض بيضربوا ضربات ملهاش اي لازمة، ولكن هتجي ضربة هتبقى شديدة جدا، هتدمر حاجة كبيرة جدا جوه العاصمة بتاعتهم، وده هيخلي العدو لازما يرد على هذه الضربة بشكل كبير قوي، وده هينتج عنه برضو زي ما انا قلت لكم الكثير من الدماء. ولكن بسبب هذا الموضوع هتتأثر العديد من الدول العربية الموالية لإيران، وحتى الدول الغير موالية لإيران، الاتنين هيتأثروا، الاتنين هيكونوا ضد بعض، هيبقى في مشاكل، ده هيضرب ده وده هيدافع عن ده، وهتبقى مشكلة كبيرة جدا. وان الحرب الإقليمية اللي حذروا عنها السياسيين والناس اللي في الدول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ده، كل الحاجات دي بالفعل هتتحقق. وبيقولوا ان رمز الانطلاق هيكون بعد الانتخابات الامريكية على حسب كلامه. وكمان قال ميشيل حايج بخصوص هذه الحرب الكبرى اللي هتحصل، اللي سماها برضو الحرب الحمراء، قال احد الدول اللي علم بتاعها
لونه احمر، ولكن ما حددش ايه هو او ايه هي الدولة اللي ليها علم لونه احمر، لان في دول كتير فيها اللون الاحمر، ولكن قال ان الدولة دي معظم العلم بتاعها لونه احمر. هتتدخل في الحرب وهيكون ليها نصيب الاسد في الموضوع ده. بعض المتوقعين والمحللين والصحفي نفسه اللي سأل ميشيل حيكي عن هذا الموضوع قال ممكن تكون الصين، خصوصا ان علم الصين لونه احمر كله. فقال الاحتمال الله اعلم، لكن انا شايف في التوقع علم لونه احمر. ايضا من ضمن الكلام اللي قاله في الحرب الحمراء، برضو في حاجة مهمة جدا وهي الحدود الحمراء. بمعنى ايه؟ ان طبعا كلنا عارفين ان اليونيفيل موجود في لبنان حاليا، المفروض لحماية الجنوب ولحماية التنازع ما بين حزب الله المقاومة وكمان العدو، ولكن هم حاليا يعني فشلوا فشل ذريع، ولا هم عارفين يعملوا اي حاجة، مجرد موجودين هناك وخلاص. وبالعكس هم دلوقتي بيتضربوا، يعني مش غير ان هم ما بيعملوش حاجة، دول بيتضربوا. لسه في صاروخ نزل عليهم في حتة اسمها الناقورة تقريبا في لبنان، واتصاب فيها 8 نمساويين. المهم ان الحدود دي مسماه بالحدود الزرقاء بسبب اليونيفيل، ولكن هتبقى حمراء لان اليونيفيل هيعلن انسحابه، وهتكون الحدود دي فيها الكثير برضو من المعارك والاصطدامات، خصوصا عند جنوب لبنان. فمن توقعات ميشيل حايك ان العام القادم هو عام مصيري جدا، وهو عام الحرب بامتياز. وقال كده ان الحروب دي هتكتر اكتر واكتر بعد الانتخابات الامريكية، ومعرفة مصير الرئاسة الامريكية هيكون عامل ازاي. ولما اتسأل مين هو هيكون الرئيس، قال ان شايف احتمالية كبيرة جدا بفوز ترامب، وممكن كمالا هاريس طبعا، ولكن شايف الاحتمال الاكبر ترامب. وبرضه من ضمن التوقعات المهمة جدا اللي قالها انه شايف برضو من ضمن الاغتيالات اللي هتحصل في السنة الجديدة، في أول يومين في السنة، أول يومين في السنة هنسمع برضو عن خبر اغتيال لشخصية مهمة جدا تبع لإيران، موالية لإيران، ممكن تكون من أحد وكلائها في الدول العربية أو يكون حد من جوه إيران نفسه. وهيكون الخبر ده برضو بيعمل الكثير من الصدمة والجلبة، زي اللي حصل بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أو يحيى السنوار طبعا. فالموضوع برضو هيعمل ضجة كبيرة جدا جدا في أول يومين في سنة 2025. وبرضو من التوقعات المهمة اللي شفتها في الموقع اللي أنا قلته لحضراتكم، الموقع الأسباني، أن برضو بالنسبة لأسبانيا وعلاقتها مع الدول العربية، لأنه طبعا أكيد اتسأل عن هذا الموضوع، قال ان ممكن هنشوف بعض الخلافات هتحصل ما بين اسبانيا والمغرب بسبب تعامل غريب جدا هيحصل على احد المطارات او في الحدود، هيعمل برضو نوع من الجلبة ونوع من المشاكل ما بين الاتنين. يعني هو شايف حادثة في المطار هتعمل مشكلة ما بين البلدين، ولكن مش هتوصل للحل، يعني لخلافات جامدة لدرجة الحروب وكده. لكن اللي عاملة مشكلة بقى في المغرب والجزائر والمنطقة لغاية ليبيا هي فرنسا. فرنسا في حاجة هتعملها غلط او قرار او حاجة هتخلي اصطدام ما بين الجزائر والمغرب هيكون كبير قوي، برضو مش هيوصل لحرب. يعني مهما توصل لخلافات ما بين الدولتين مش هنوصل لدرجة حرب، ولكن برضو مناوشات وخلافات كبيرة جدا ما بين الدولتين هتكتر اكتر بعد قرار فرنسا. وقال كده برضو من اهم التوقعات ان الحرب الحمراء العام 2025 هينتج عنها موت لاحد اكبر رؤساء الدول العربية، لكن ما قالش مين، وما قالش انه هيتم عن طريق اغتيال ولا حاجة، ولكن سنشهد خلال هذه الحرب موت لاحد الرؤساء، واستقالة، يعني موت استقالة او تنحي يعني، وايضا قال هروب. يعني في ضجة كبيرة جدا بسبب الحرب دي، هينتج عنها مصايب كبيرة قوي في كذا مكان. دي كانت توقعات ميشيل حايك اللي تم ذكرها في موقع 5 مينوتس الاسباني. حبينا ان احنا نوضحها لحضراتكم، وسايبين التعليق ليكم. الله اعلم بقى التوقعات دي فعلا كانت توقعات ميشيل حايك ولا لا. احنا طبعا كلنا مؤمنين ان احنا بنشوف الحاجة بالصوت والصورة، ولكن ده مقال نزل على الموقع
وطبعا في صورة ميشيل حايك نفسه. وكمان الموقع مش قليل، موقع كبير جدا، موقع اسباني معروف هناك اسمه فايف او سينكو سينكو مينوتوس. بكده نكون انتهينا من هذا الفيديو. شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل القناة وتفعيل الجرس معذرة، وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم مريم من قناة مساء الاخبار.